واحدة من بلديات ولاية البليدة لطالما عانت من تذبذب التزود بالماء الشروب. عندنا مشكل كبير في الصيف، عم الناس يشرو دي سيتر، ومن بعد المشكل كبير الاخرى تاع الماء كتجي لافاكتور، تجي لافاكتور تري سير. تجي هي نهار بنهار، دوجور بدوجور، بصح ما يكفيش الحال، يطلقوها ماشي حاجه ساعه ولا زوج ومن بعد خلاص. ولاحتواء الوضع، مشروع انجاز بئر عميق من بين اربع ابار سيتم استلامه قبل دخول موسم الصيفي المقبل. تقدم الاشغال تعرف نسبه التقدم لا باس بها. المشروع هذا راح يساهم في حشد ولا تجنيد حوالي 10 لتر في الثانيه بما يقارب 860 متر مكعب في اليوم. قطاع الموارد المائية حلقة من بين عدة حلقات تنموية تصب كلها إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن. وضعنا أربع قطاعات كأولوية اللي رأينا فيها نقائص. هو أولا استدراك لابد أن نديره في شبكة تصريف المياه، حيث الولاية تعرف نقص في تغطية كل إقليم، يعني كأولوية الأولى. وثانيا استدراك في شبكة صرف المياه، الجهة الشرقية للإقليم مازالت تعاني من هذا النقص، وشبكات معتبرة ستنجز بأموال جد هامة وضعتها الحكومة لصالح الولاية في قطاع الري، كمفتاح، كالأربعة، كإنجبارة، عجبابرة، هذو كل راح يكون عندهم إن شاء الله انطلاق من هذه الصيفية شبكات لتمشي مع طموحات المواطن. ورقة طريق فعالة تسير وفقها جهود السلطات الولائية لولاية البليدة ترقية لإقليمها ككل، الرهان في ذلك خدمة المواطن.